زي ما قلنا وأكدنا، رسالتنا في واحد من الناس هي رسالة تنموية بحتة. كل هدفنا هو تنمية المجتمع المصري وتمويل المشروعات الصغيرة. عشان كده عملنا اتفاقية مع مؤسسة صناع الحياة برئاسة الدكتور محمد يحيى لعمل مشروع إنسان لدعم المشروعات الصغيرة لمجموعة من الناس اللي هم جادين في عمل مشروعات صغيرة. مهمنا السن قد إيه ولا ساكن فين، اللي يهمنا جديته ان هو هذا المشروع ممكن فعلا يغير حياته. النهارده في مشروع انسان بنقدم نموذج عم فتحي، هو من قريه سنور محافظه بني سويف، راجل بسيط عنده 65 سنه، كان بيشتغل سواق في شركه نقل خاصه، دلوقتي طلع على المعاش، معاشه 900 جنيه بيصرف بيه على نفسه وعلى 5 اطفال، 3 منهم في مراحل التعليم و2 لسه ما وصلوش لسن المدرسه، وعلى مراته المريضه ومش بتقدر تتحرك الا على كرسي متحرك، وعلاجها الشهري والفحوصات اللي بيعملها بيكلفه تقريبا من 350 ل 400 جنيه. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع صناع الحياه من خلال مشروع انسان قدرنا نجيب لعم فتحي تروسيكل يشتغل عليه علشان يقدر يكمل تعليم ولاده ويعالج مراته. تعالوا نشوف الموضوع. شغال في شركة النيل عامة لأعمال النقل، وعملت حادثة وطلعت منها وقعد في البيت ما بشتغلش، وعندي أولاد 5 أولاد في المدارس، 4 في المدارس والخمسة قاعدة في البيت، عيلة صغيرة لسه، ومعايا واحدة ست مريضة عامل لها عملية عندها فقرة مكسورة، مركب لها شرايح ومسامير، وصرفت العملية صرفت عليها 7000 جنيه غير الاشعاعات وغير العلاج، والحاله الحمد لله، والمرتب اللي انا باخده مش مكفيني باي حاجه خالص، لا مكفي العلاج ولا مكفي مصاريف ولا مكفي اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص. فاتصلت بواحد من الناس، وواحد من الناس حولني على صناع الحياه، وصناع الحياه جوني هنا وشافوا احوالي في البيت وصوروا البيت، فانا طلبت منهم تريسيكل اكل بيه لقمه عيش، فجابوا لي التريسيكل، والناس مشكورين واشكروا كتر خيرهم، وكل طلبات اللازمه قالوا هنجيبها لك ونعملها. الناس دي تطوش مشكوره وكتر الف خيرهم اللي هم جابوا لي الحاجه دي عشان اعرف امشي نفسي بيها واكل لقمه عيش واربي عيالي. انا لازم اعلمهم عشان يطلعوا ويبقى مستقبلهم كويس، لان انا طلعت راجل جاهل ما فهمش حاجه، كان اللي يديني عمايه في كفي ما اعرفش هو كاتب لي ايه، هيدخلني السجن او لا. فالبت من دولت لما تتعلم هتقدر تعرف الحاجه اللي هتضرها من اللي تصلحها، وبكره وبعده ربنا يكرمهم ويتوظفوا ويلاقوا ايه مستقبلهم قدامهم. انما دلوقتي انا مش هقدر ان انا اسيبهم وافضل معاهم كده لحد ما اتعلم ولحد اخر يوم في حياتي، وان شاء الله ربنا يسهل والحمد لله. بس الميزانيه تعبانه شويه، الحاله تعبانه في المصاريف وفي العلاج وفي الدروس، والمشروع ان شاء الله اللي جاني دهوتي هيسهل لي المصاريف شويه، واقدر ان انا اعالج الست بتاعتي واقدر اصرف على البيت. وتاني اهم، انا عندي عليا ايجار قد كده، عليا 1000 جنيه ايجار للبيت، لان البيت ايجار تبع الحكومه، وعليا 1000 جنيه، وعامل قرض ب 10000، ال 10000 دولت بدفع كل شهر 300 جنيه، وربنا كرمنا ومشينا، وولاد الحلال كتار اللي بيحنوا علينا، وما نتحرمش من صناع الحياه ولا من واحد ايه من الناس. يشكر ومشكورين الاثنين جوني هنا وقاموا بالواجب معايا، ومشكورين جدا 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 وكتر الف خيرهم. وبعدين دول ساعدوني على سبيل اكل لقمه عيش واربي عيالي، والحمد لله على كده، وربنا يسترها.